الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وهو أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. ربنا علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمنا، وزدنا علما. نكي إن شاء الله نحرق تنيني أربيد اليماغن نا واجبات صلاتولي نالقابن قنولي وانقردي نيل وان سنة دي تلقابين وغن سؤال وجواب همبوك ني سنة نين قدو إن شاء الله قريو فعلات ناصر وغن ني سنة قدو وانقرا دي وان سنة دي جواب دي سؤال دي جواب دي تل قدو ان اركان لي ما نيسانك شروط لي ان شاء الله قابيون وغن نان واجباتو ناد دونهن ما نال قابيون وغن بإذن الله عز وجل. يكون كو ما حكم تكبيرة الجنازة؟ طيب تكبيرة الإحرام ترى تكبيرة جنازة تغني حكومة رانا قنيشتوك وان قرصوك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يكون كو الشيخ ركن فيها، فلو صلى بدون تكبيرة ما صح صلاة الجنازة. تكبيرة انقدتم انت طوالي الدويو قرأوا تروحوا بيهما نين صحيح على فركن لازم تكبيرة وعنين رساله الله أكبر يرشاق يكون كو. ما حكم تكبيرة العيد؟ قدو طيب صلاة عيد صلي سنة عبو رنا قلنا الحكم يكون كو مستحبة إلا الأولى والباقية مستحبة. الأولى عقرت اليوم يوم مستحبة يكون كو صلاة عيد تكبيرة أكرا ريت. طيب بعض الناس ينام عن الصلاة متعمدا بينك لا، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم النائم حتى يستيقظ. يكون حديث لي يعني رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ الحلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. ما قنجهم ما كنيو نسانك لو صلاة لفرطك ننسانين ولا وجهستكن ولا توجيه استهلكن ينو وانقرنهم كنو نسانك وانقرنبك ان جوابا وري نا نا كان الوانسر بناو نجابة نيل. هذا إذا كان ما فرط، يعني هو فرط لانين يعني من ربك سي سيغ احتياطات سيغ نيدك ما قنجا داخل لها كان وري من ربك مكان قرأك مكان وقصة رقها كان شخص توقع كان شخص ما كان ممكن إن أيوة. لكن ساعة سير من ربك سي زبط أقونا منبهات مك جوال لكن ترحان قلهم بك ورني كوسو قدا يارا ورني لا ودني قدلا ما يعني واجبني هو اللي فرطوه معنا هاجن نينا اقرش اخلاني. طيب ما حكم جلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة ان لينا سجدة منقول اخر الرجن مستحبة يكون كوه الشيخ، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وبعض اهل العلم قالوا انها لا تستحب لانها محتملة لاي ثقل او تعبه، ولكن الارجح والاغرب انها مستحبه طالما النبي صلى الله عليه وسلم سيغ الله. طيب ما يستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتمون اصلي؟ لا، ما هي بواجبه لانه قد يتركها بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام. طيب ينقلنا يعني الحديث لي النبي صلى الله عليه وسلم يق صلوا كما رايتمون اصلي وليخ واجب اخرنا تنسنك ولا دوم بارول ابو لا دوم اتول ابو ما نسبت ند مستحبه اختي واجب اخلاني. طيب جلسة الاستراحة إذا لم يجلسها الإمام هل يجلسها المأموم؟ الإمام جلسة الاستراحة كفي لاني اللي أنا سجدت ما نقول المأمون أن أسلسة ليس كافية وما ما كافية لا سؤال قنوان قرق. الجواب المأموم يجلسها إذا لم يجلسها إمامه مثل ما يرفع يديه لو لم يرفع الإمام يديه في الإحرام أو الركوع أو القيام من التشهد الأول نجابة قن يعني ما مثلا الله اكبر يوخ مخرلاني تني اسال براهر مخردك الله اكبر يا رب اني كافي لما وكد الله بيسنك انت رتعي كافي رو قلتو كدو قرس روك معنا هاجن. طيب نام قرهم بوك اثناء جلسه الاستراحه جلسه استراحه تغلو وانت روزك احسن الله اليك اعتمد على الارض
بيديه او يعتمد على ركبتيه. لان وان قرا ان شيخ سجن احسن لكن شيخ سجن جو ان اثناء ان استراحه ظهر وانونزك اللي انا ربتني ولا ما اعتمدكم اما اللي انا نعني اليوم اثناء جلسه الاستراحه احسن الله اليك يعتمد على الارض بيديه او يعتمد على ركبتيه. ان اجابتي خير ان جواب على حسب حاله نقرا السلام قول اللي انا انت قول اللي انا الكور حسب حالتني وسنقل. اذا كان يستطيع في فركبتيه افضل، وان كان ما يستطيع على يديه السنه على ركبتيه الا عند العجز على يديه. نهابه ان جواب قول وان قرا لهم سؤال ما معنى حديث من ترك الصلاه صلاه العصر فقد حبط عمله. نن وان قرا حديث مبوك النبي صلى الله عليه وسلم يق ما معنى حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. الإجابة رواه البخاري في الصحيح. نحن سنين حديث صحيح جن. وهذا يدل على كفره، لأن الأعمال تحبط بالكفر لقوله صلى الله عليه وسلم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذا من أدلة من قال بتكفير تارك الصلاة. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما صح في صحيح مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم الأحد بيننا وبينهما الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذه من أدلة تكفيره الكفر الأكبر، يعني إنسان عمدا سلاسي بارخ سليس ذوق حكم نيخ نا حديث ند نا آيات ند النبي صلى الله عليه وسلم يسنك، يعني كفر لي قاستي ونين درجة عظم الصلاة قال صف صان عدقن. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما ما معنى حديث من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. فانقرق النين ما معنى حديث من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله. الجواب من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي ما أداها في الوقت شغل عنها أو نام عنها وما أشبه ذلك فكأنما وتر أهله وماله، يعني سلب أهله وماله، يعني مصيبة عظيمة إذا فاتته في وقتها وما تعمد تركها. نسأل الله العافية. طيب نين حديث العصر تصد الإنسان صلاة العصر وصدق ساق أن حديث أورا يكون من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله. إن العصر تصدق ساق مرنق أن يحكم مرأة وراح سألكم دي بحديث سنبق من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله يومكو ورنق أن نحدي سنين يومكو فعلا العصر تصدق ساق له ني كودي ني ما ديت خسارة وصنق سلب ساق وصنق أستاق وصنق منه ني خسارة عظيمة جن. معناها يومكو أن نفرنينا مخيرهور رقاهور غفل وانون سكر مشغول أكون سكر دكرا ليلو جن. طيب أما الحالات التي يكون فيها وانقلق السؤال ما الحالات التي يكون فيها سجود السهو قبل السلام وبعده. الحالات سجود السهو أكو ديبا نان قريب من قبل ما بعد ما قبل السلام أكون سلام يقن جاب ما أكون سجود السهو ما سلام دمبي ولن دي أن حالات نين ويوقن يو وانقرم بك. الجواب سجود السهو قبل السلام في جميع الأحوال إلا في حالتين. في كل الأحوال قبل السلام قن نيو سلام جاب قن سجود سهو أكو إلا لينا حالات لي ما لينا حالتين نين أوين قن داريها. الحالة الأولى إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فالأفضل بعد السلام لحديث ذي اليدين رضي الله عنه. الحالة الثانية إذا بنى على غالب ذنه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين فجعل السجود بعد السلام. هذا هو الأفضل وما عداها قبل السلام. حالتين بس فقط. الحالة الثانية نقصان وانا ان صلاة لي نقصان وانا تمام دو مثلا ركعة جي ناقصة كل ركعة سي معناها صلاة ناقصة تمرتين نرى قرد من ترتي سجود إلا لي نردم بك سلام عليكم يا دمبي، يعني سلام اسو
مين لا رجل اللي نريا شكا كان مدن اسم ما نو كدنيست ودو تمام دوك تمام دوها نحالت نيل حقاوك اريونيوك اريونيوك ورو كدقن سلام جابقن نروك وواجباته سلام جابقن. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.